يعد مسلسل الحيالة من أفضل المسلسلات الكوميدية التي أنتجها التلفزيون الكويتي. عرض المسلسل في شهر رمضان من سنة 2003 محققا نجاحا باهرا ما زال صداه مستمرا لليوم. شاهدوا كيف أصبحوا أبطال مسلسل الحيالة بعد مرور 20 سنة كاملة من عرضه. الممثل الكويتي من أصول إيرانية عبد الحسين عبد الرضا هو من مواليد 1939 وهو شيعي المذهب. لعب دور دواس علف. توفي الفنان سنة 2017 في لندن بعد تعرضه لجلطة حادة رحمه الله. الممثل الكويتي الأصيل خالد النفيسي هو من مواليد 1937 لعب دور مانع علف. توفي الفنان خالد النفيسي سنة 2006 في المغرب بعد إصابته بسكتة قلبية رحمه الله ورزقه الجنة. الممثلة العمانية فخرية خميس هي من مواليد 1960 دخلت إلى المجال الفني منذ سنة 1974 لعبت دور فتون علف المدمنة على الشيشة. الممثل الفلسطيني ماجد السلمان هو من مواليد 1978 لعب دور المطرب الشهير بوتيلا الذي ظهر في الحلقة رقم 15. الممثل الكويتي مشاري البلام هو من مواليد 1971 لعب دور شاهين علف. توفي الفنان مشاري البلام سنة 2021 بعد أخذه لقاح كورونا رحمه الله وأحسن إليه. الممثل الإيراني محمود بوشهري هو من مواليد 1981 بدأ مشواره الفني سنة 1999 في أدوار صغيرة. لعب دور جراح علف. الممثلة المصرية نادية كرم هي من مواليد 1959 بدأت مشوارها الفني سنة 1997 وبسبب بدنتها انحصرت في الأدوار الكوميدية. لعبت دور ميسون. الممثل الكويتي حسن عبد الرسول هو من مواليد 1948 لعب دور فوزي زوج ميسون. توفي الفنان حسن عبد الرسول سنة 2016 رحمه الله وأحسن إليه. الممثل الإماراتي سعيد سالم هو من مواليد 1962 بدأ مسيرته الفنية بأدوار صغيرة سنة 1984 لعب دور عيد بن شاكر صديق مانع ودواس. الممثلة الكويتية ساهرة المسعد هي من مواليد 1951 لعب دور أم لولوة التي تكره دواس وهي معتزلة التمثيل منذ سنة 2006. الممثلة الكويتية إلهام الفضالة هي من مواليد 1974 بدأت مسيرتها الفنية منذ سنة 1983 لعبت دور لولوة زوجة دواس الثانية بالسر. الممثل الكويتي عامر محمد هو من مواليد 1958 اشتهر في أعماله بتقليد الشخصية النسائية. لعب دور موضي علف. توفي الفنان عامر محمد سنة 2020 إثر سكتة قلبية حادة رحمة الله عليه. الممثل الكويتي عبد العزيز الدليخ هو من مواليد 1970 لعب دور خطيب فتون
الذي ظهر في الحلقة 24. الممثلة العراقية أمل عباس هي من مواليد 1960، لعبت دور حكيمة الزوجة الأولى لدواس الذي يستغلها ليصرف على زوجته الثانية. الممثل الكويتي يعقوب عبد الله هو من مواليد 1975، بدأ مسيرته الفنية في المسلسل الشهير جرح الزمن سنة 2001، لعب دور ماجد ابن حكيمة. الممثلة السعودية مها سالم هي من مواليد 1973، بدأت مسيرتها الفنية سنة 2003 في مسلسل الحيالة، لعبت دور الفتاة المختلة عقليا خطر التي تعشق مانع. الممثل الكويتي محمد الصيرفي هو من مواليد 1974، لعب دور سلامة الذي يشتغل عند مانع ودواس ويستغلونه. Crying.